الله وبركاته. إخواننا الصائمين، نبارك لكم شهر رمضان، ونحب نشارككم بعض النصائح الخاصة بالحفاظ على المسالك البولية وعدم حدوث أي مشاكل من مغص كلوي وترسيب للحصوات أثناء النهار في رمضان وقلة شرب السوائل. ننصح إخواننا الصائمين بعد الإفطار بزيادة شرب السوائل والتعويض عن فقد السوائل أو قلة السوائل أثناء نهار رمضان بزيادة الشرب، بزيادة بخصوصا المياه. يحافظ الإنسان على كمية من المياه مشروبة في حدود من 2 ل 3 لتر في الفترة التي يقوم بالإفطار فيها، تجنبا لحدوث تركيز عالي للبول وترسيب للحصوات في المسالك البولية. دكتور محمد حلمي، أخصائي المسالك البولية مستشفى كورنيش الشارقة، أحييكم ونبارك لكم شهر رمضان الكريم. السلام عليكم.